هنعمل مع بعض النهاردة الكسكسي المصري البيتي. لطيف جدا، سهل وسريع. هنعمله بالكبة علشان نسهل ونسرع المأمورية. هنعمل ايه؟ محتاجين دقيق، محتاجين سمنة بلدي، محتاجين زيت ذرة، محتاجين رشة ملح، ومحتاجين مية في درجة حرارة الغرفة حسب الحاجة او حسب ما هنحتاج. تمام. محتاجين حلة جواها مصفى، اي حله واي مصفى، يعني هو في حلل بتتباع زي اللي معايا كده في السوق مخصوص، بنعمل فيها السوتيه، بنعمل فيها الكسكسي، بنعمل فيها حاجات كتير، ولكن اي حله ومصفى هيقضوا الغرض. حطيت ميه هنا سخنه وشغلت عليها، وهحط المصفى وهحط الغطا. تمام. هاجي هنا في الكبه، هحط كميه الدقيق مع الملح، وهبتدي انزل الميه بقى بالتدريج لحد ما يديني حاجه كده نتيجه زي الرمله المبلوله. هتشتغلوا على كيلو، هتشتغلوا على نص، براحتكم. هو كده كده انتوا هتشتغلوا بالتدريج في كل المقادير، فمش هتفرق. الميه اهم حاجه تكون في درجه حراره الغرفه، ما تكونش سخنه. اقفل، هشغل وهنزل. انا بنزل معلقه معلقه من الميه علشان اظبط القوام. طب ايه القوام اللي انا عايزاه اصلا؟ القوام ده اهو، يعني فاضل له معلقه كمان ميه، بصوا اللي هو زي الرمله المبلوله اهو. فخليكم بس ايه معايا بصبر. هو ده. هاخد شويه السمنه على النار هنا، بس انا عايزاهم في درجه، او حتى في الميكرويف 30 ثانيه، بس عايزاهم في درجة حرارة الغرفة اعرف اخلطهم مع الدقيق. هجيب بولة كبيرة هنزل فيها الدقيق اللي احنا عملناه زي الرملة المبلولة جوه الكبة، ولسه هحتاج الكبة تاني، فالكبة معايا مش هستغنى عنها. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل بايدي، ابتدي ابس الكسكسي. اي تكتلات كبيرة اخرج بيها برة البولة على طول، وابتدي ابس اهو. تكتل كبير يخرج بره الموضوع اهو. طبعا لو عندكم منخل اللي هو اساس الحكايه تعملوه من المنخل، واللي بينزل هو اللي بنستخدمه، واللي فوق هو اللي بنستغنى عنه. لكن برضو يعني ايدينا اهي موجوده، نقدر ان احنا، وعينينا كمان، نقدر ان احنا نظبط الاداء هنا كده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنديله معلقه زيت، هنديله سمنه بلدي ونظبطه ها بايدينا، نشرب بالزيت ونظبط القوام، واي تكتلات كبيره نتخلص منها. ناخد شويه سمنه ونبس الكسكسي. اوكي اهو. دلوقتي بقى عايزه اعمل ايه؟ معلقه سمنه كمان اهي، وابتدي اشتغل بقى بالكبه عشان افك التكتلات دي اهي. شايفين ازاي؟ اهو بدا ياخد القوام بتاع الكسكسي، بس لسه في قطع كبيره، فده بقى يجي دور الكبه. نخلص بس من اي هنا بقى عجينه، عشان هي اللي هتكتلي الدنيا. ليه؟ لان العجينه المبلوله دي هتلم بقيه العجينه حواليها، فاهمين قصدي؟ فبدل ما اخلص من التكتلات بالعكس هعمل تكتلات اكبر. فلازم السلاح والعجان يكونوا ما فيهمش عجين. حط هنا بقى، هنشتغل بشويه شويه، مش هقدر احط المقدار كله. وهنا هشتغل بالبلس. يعني ايه بالبلس؟ يعني اشغل واوقف واشغل واوقف. بسم الله. يا عيني يا عيني يا عيني، تعالى هنا. لا هنا بصوا في ميه، اي نقطة مية هتبوظ لي الموضوع بقى، يعني في المرحلة اللي انا فيها دي اي نقطة مية هتبوظ لي القصة كلها، لانها هتعجنهولي.
فنخلي بالنا. الدفعة دي خلصت اهي، شايفين اهي، شايفينها عاملة ازاي؟ اقفل اهي، حط شغل بلس برضو، مفيش بقى لا سمنة ولا زيت دلوقتي. تحفة تحفة، بصوا اهو اخر دفعة. بسم الله، مفيش لا سائل ولا زيت ولا سمنة في المرحلة دي خالص. بلس تحفة، ممتاز اهو ريحته بقى بدأت تظهر، ريحته بدأت تظهر. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ شاش شاش هنا، نفرد، هاخد اللي انا عايزاه والباقي هبقى اقطعه اهو. عايزه اقده وزيادات عشان اربط واحط. ميه بتغلي تحت بدون اي منكهات، احط الكسكسي هنا، ارشرشه بنقطة زيت، رشرشة بسيطة، بسيط بسيط بسيط، ارشرشه بنقطة سمنة برضو بسيط، اقفل عليه الشاش، اقفله خالص اهو. زيادة الشاش دي انا مش عايزاها، عايزة اهم حاجة يبقى الشاش قافل عليه من كل الاتجاهات، دي الكمية اللي انا عايزاها. هعمله دلوقتي بس عشان اهو، واقفل، هقص الباقي حالا اهو، بس كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ كل نص ساعة، كل ربع ساعة، كل 10 دقايق، حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. احنا عاملين كمية صغيرة، فكل 10 دقايق بطلعه، بفركه بايدي كويس جدا، اي حاجات كبيره بشيلها، بديله رشرشه من الزيت والسمنه، وارجعه تاني لحد ما يستوي سوا كامل، يبقى مستوي تماما، لان ده ما بيتبلش بميه، لان ده مش كسكسي ناشف، ده كسكسي فريش طازه، فما ما بيتبلش بميه بعد كده. شايفين الريحه غير عاديه. دايما دايما يا بايديكوا يا بشوكه، مش بالمعلقه بقى خلاص في المراحل دي. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال اهو. باخد سمنه، رش 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 اهو، باخد زيت، رش 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 رش، خفيف خفيف يعني نص معلقه ها اهي، تاني بالشوكه عشان اوزع السمنه والزيت اللي انا حطيتهم على الكل. الميه تحت بتغلي، اديله في قرب يستوي، يمكن محتاج مره او مرتين زي اللي احنا عملناهم دول فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لو جربتوه بيتي مش هتجيبوه من بره تاني، لا من المحلات اللي بتبيعه جاهز ولا من السوبر ماركت. بصوا لي على الجمال، شايفين؟ انا بحب احطه في مصفى، مش عشان اي حاجة، انا مش هعديه منها ولا حاجة، بس عشان اهويه.